حليمة السعدية، قصة مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام والأحداث العجيبة اللي صارت في هذه القصة، هذا اللي راح نتكلم عنه في الفيديو اليوم. اعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة ولا تنسوا الجرس، ويلا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونبدأ. كيفكم؟ طيبين؟ أجواء جميلة وأمطار، فصل الشتاء شيء ثاني صراحة. حليمة السعدية من بني بكر بن سعد، من قبيلة هوازن، واسمها حليمة بنت أبو ذؤيب، وهو عبد الله بن الحارث بن شجنة بن جابر بن رزام بن ناصرة، وكانت زوجة قريبها الحارث بن عبد العزة بن رافعة بن ملان بن ناصرة، وناصرة يرجع بالنسب لهوازن من قيس عيلان، وكانوا عايشين ببادية الحديبية، وأبنائهم عبد الله بن الحارث وحفص بن الحارث اللي اشتهر بحفص بن حليمة، وأنيسة بنت الحارث، وحذافة بنت الحارث واللي تعرف بالشيماء. كان في هذا الوقت الكون يجهز لاستقبال حدث عظيم، ألا وهو ولادة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلما ولد عليه الصلاة والسلام كان يتيم الأب، توفى أبوه قبل ولادته، فيذكر أن ثويبة مولاة أبو لهب أرضعته، وهي برضو أرضعت سيد الشهداء سيدنا حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. وكان من عادة العرب ومنهم قريش إنهم يرسلوا أبناءهم إلى القبائل في البادية حول مكة، مثل بادية بني سعد بن بكر من هوازن، وبادية بني ليث بن بكر من كنانة، عشان يرضعوهم وينشأوا على فصاحة اللسان. فكان المرضعات يجوا لمكة عشان ياخذوا الأطفال اللي بيرضعوهم وياخذوا المكسوم، وعشان كده كانوا يفضلوا اللي باقي أبوه عايش عشان العطايا اللي تيجي من أبو المولود. وفي مرة من المرات مع ولادة حليمة مثل العادة خرجت مثل باقي الحريم من بني سعد بن بكر لمكة عشان ياخذوا أطفال يرضعوه وياخذوا عليهم المكسوم، خصوصا أن هذيك السنة كانت عليهم قحط وجد، ما بقت لهم شيء يقتاتوا عليه. وطبعا كان معها في هذه الرحلة ابنها الرضيع وزوجها الحارث بن عبد العزة، وكانت رضي الله عنها على أتان اللي هو الله يكرمكم الحمار، والأتان تطلق على الذكر والأنثى يعني تشمل الاثنين. المهم الأتان اللي معها كانت خميدة ومدقدقة، تمشي ها ها يلا تمشي بالبركة، فعشان كذا كانت حليمة في آخر الركب. وبرضو كان معاهم ناقة كبيرة في السن، ضرعها ما فيه ولا قطرة حليب، لكن أخذوها معهم ها لعل وعسى إنها تدر لهم خلال ما هم ماشيين في رحلتهم. فكان ابنها الرضيع يبكي طول الوقت من الجوع ويناموا على بكاؤه، حتى الحليب اللي بصدرها ما كان يكفيه، وبقوا على هذه الحال لين ما وصلوا لمكة. فلما وصلوا لمكة كالعادة تسامعت العائلات بوصول المرضعات، فبدؤوا يطلعوا أبنائهم ويعرضوهم على المرضعات عشان يأخذوهم، ومن ضمن الأبناء كان الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام. فكان كل ما يعرض على مرضعة وتعرف إنه يتيم ترفض تأخذه، لغاية ما عرض عليهم كلهم وما فيهم أي وحدة قبلت إنها تأخذ. المهم كل وحدة من اللي جت مع حليمة رضي الله عنها أخذت لها مولود إلا حليمة، فخلاص الآن الركب وصلوا لغايتهم وبغوا يمشوا، فبدوا يتجهزوا للمسير ويشدوا الرحال. فخلال ما هم يتجهزوا كان يحز في نفس حليمة السعدية إنها ترجع كذا خالية الوفاض، وصاحباتها كل واحدة واخذت لها مولود، فقالت والله أرجع لهذاك المولود اليتيم وأخذه ولا أرجع بيدي فاضية. وبالفعل رجعت وأخذته عليه الصلاة والسلام ورجعت لرحلها. فلما وصلت إلا ويسألها زوجها الحارث، ها أخذتي؟ يعني مثل اللي متأمل في نفسه إنها تأخذ مولود ثاني تحصل، فقالت إيه والله أخذته ما حصلت غيره. وبدأوا المسير من مكة متوجهين لمضاربهم. فأول ما بدأوا في المسير أخذته عليه الصلاة والسلام في حجرها، وبدأ يحاول يرضع من ثدية إلا وبقدرة قادر واحد أحد يتدفق الحليب من صدرها، فرضع عليه الصلاة والسلام لين ما شبع وارتوى،
حتى ابنها الرضيع رضع لين شبع وارتضى. وهذه كانت أول بوادر الخير اللي تقابلها حليمة في هذه السيرة الكريمة. وخلال مسيرهم كانوا في الليل يوقفوا ارتاحوا ويناموا. ففي ذيك الليلة قام زوجها للناقة لعل وعسى يلاقي فضاعها حليم، فبدأ يقرب منها حبة حبة. وأول ما وصل مد يده لضرعها إلا ويحصلها مدرة حليب ما يحتاج تمام التمام، فحلب منها وشربوا وباتوا شبع، وحتى الأطفال ناموا مرتاحين. فكان الحارث يشوف كيف الحال تغير كذا فجأة، وهو مستغرب فرق الحال ما بين هم رايحين وهم جايين. فقرب لحليمة وقال لها والله يا حليمة ما أشوفك إلا أخذتي نسمة مباركة، حتى ابننا هذا مرتاح نايم بدون أي بكاء أو صياح. المهم بعد ما ارتاحوا عينوا من الله خير وصلوا مسيرهم. وكانت حليمة بأتانها في آخر الركب، وفجأة إلا وباقي الركب يشوفوا حليمة وأتانها وين جاية ومعدية وسابقتهم وما قدروا حتى يلحقوها في المسير. فكانوا هم ماشيين يا بنت الحارث يا بنت الحارث اهدي شوي اهدي خف علينا، هذه اتانك اللي خرجتي عليها معنا ولا يتهيأ لنا؟ فقالت اي والله انها هي، حتى هي كانت مستغربة. فاستمروا في المسير لغاية ما وصلوا لمضاربهم بني سعد بن بكر. فكانت ارض قاحلة ومجدبة، وكانوا لما يخرجوا رعيانهم للغنم ترعى ترجع غنم حليمة بطونها مليانة وضروعها معبية حليب وفرة وخير، وترجع غنم البقية جاية وهالكة وما في ضروعها أي حليب. فكانوا حليمة وزوجها والأبناء يشربوا من ألبانها ومتنعمين، فصاروا البقية مستغربين كيف غنم حليمة حالتها كذا وغنماتنا حالها كذا، فقالوا أكيد من المكان اللي ترعى فيه. فصاروا يخاصموا رعيانهم ويقولوا لهم ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليمة، يعني ترعوا بالغنم مكان ما يرعى غنم حليمة. فصاروا يرعوا مكان ما يسرح ويرعى غنمها، وبرضو نفس الحكاية ترجع غنمات حليمة ما شاء الله تبارك الله وأغنامهم جياع وما فيها قطرة حليب خلال فترة القحط والجفاف. المهم بعدها بسنتين خلاص صار وقت انهم يرجعوا الابناء اللي اخذوه، فطلعت معهم رضي الله عنها على اساس انها ترجع النبي عليه الصلاة والسلام لام، ولكن في قرارة نفسها ما ودها ترجع، شافت الخير والبركة بدخلته عليهم. فلما وصلوا عند ام النبي عليه الصلاة والسلام آمنة بنت وهب صاروا يحاولوا فيها انها توافق تخليه يرجع معهم، ما ودهم يفارقوه، فقالوا لا خليه يرجع معنا لين ما يشتد عوده وتقوى بنيته لانه نخاف عليه وباء مكة. وبقوا يحاولوا فيها لين في النهاية وافقت ورجع معهم عليه الصلاة والسلام الى مضارب بني سعد. وبعد ما رجع عليه الصلاة والسلام وتقريبا بعد ما عدت شهرين، وكالعادة خلال ما عليه الصلاة والسلام يلعب مع اخوه في الرضاعة ورا البيوت إلا وفي حادثة غريبة وعجيبة، يجوا اثنين ويمسكوه عليه الصلاة والسلام ويسدحوه على الأرض وبدأوا يشقوا صدره، وأخوه يشوف أخوه من الرضاعة فخاف أخوه ورجع لأهله مرعوب. وشوية إلا بحليمة وزوجها يسمعوا ابنهم وهو يصرخ يقول لهم الحقوا أخوي القرشي الحقوه، جوا اثنين رجال وأضجعوه وشقوا بطنه. هنا حليمة وزوجها انصدموا وعميت عليهم الدنيا من الكلام اللي قالوا، لا يكون صار فيه شيء وهم محاولين في أمه إنها تخليه يجي معهم، كارثة. فخرجوا مستعجلين وقلقانين وخايفين عليه لين ما وصلوا عنده عليه الصلاة والسلام إلا ويشوفوه واقف ومشحب ومصفر ومصدوم، فعلى طول ضموا الحارث من خوفه عليه ويحاول يطمنه وهو يقول له مالك يا بني؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام أتاني رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاني ثم شقا بطني فوالله ما أدري ما صنعا، فأخذوه ورجعوا للبيت. فلما رجعوا للبيت بقى الحارث قلقان، فقال لحليمة والله ما أشوف هذا الغلام إلا جاه شيء، فخلينا نرجعه لأهله قبل ما يظهر ويبان عليه، والظاهر كان يقصد مس من الجن. وفعلا أخذوا ورجعوا لأمه عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا عندها استغربت كيف كانوا حاولوا فيها تتركوا يروح معهم وبإلحاح، وفجأة إلا هم رجعينه، فقالت ما ردكما به وقد كنتما حريصين عليه،
فقالت حليمة: لا والله أبد، ما قصرنا معه في شيء، وأدينا الواجب اللي علينا فيه، وتخوفت الأحداث عليه، فقلت يكون في أهله. فأمه عليه الصلاة والسلام حست إن في شيء وراء الحكاية، فقالت لهم: والله ما ذاك بكما، فأخبراني خبركما وخبره، وبقت تلح عليهم لين ما علموها كل الحكاية. فقالت لهم وهي مستغربة: فخفتما عليه؟ كلا والله، إن لابني هذا لشأنا، ألا أخبركما عنه؟ إني حملت به، فلم أرى حملا قط أخف ولا أعظم بركة منه، ثم رأيت نورا كأنه شهاب خرج من حين وضعته، أضاءت لي أعناق الإبل ببصرة، ثم وضعته، فما وقع كما تقع الصبيان، وقع واضعا يده بالأرض رافعا رأسه إلى السماء، دعاه والحقا بشأنيكما، يعني لا تقلقوا. بعدها بقي عليه الصلاة والسلام مع أمه لين توفى، وعمره عليه الصلاة والسلام 6 سنوات، فكفله جده عبد المطلب بن هاشم، ومن بعده عمه أبو طالب. ومرت الأيام والسنين، وتزوج النبي عليه الصلاة والسلام من خديجة رضي الله عنها، وكان عليه الصلاة والسلام يدير تجارتها وأموالها. ومن بعد زواج النبي عليه الصلاة والسلام بالسيدة خديجة رضي الله عنها، كانوا حليمة السعدية وقومها يعانوا من قحط وجدب، فأخذت حليمة نفسها وراحت لمكة للحبيب المصطفى اللي شافت بركته منه وهو رضيع النبي عليه الصلاة والسلام، وشكت له الجدب اللي كانوا عايشين فيه. فكلم عليه الصلاة والسلام خديجة رضي الله عنها بخصوصه. فورا أم المؤمنين سيدتنا خديجة رضي الله عنها أعطتها 40 شاة. وبعد فتح مكة وبالتحديد بعد ما غزا المسلمين قبيلة هوازن وأخذوا الغنائم والسبايا من هوازن وتوجهوا للجعرانة، وطبعا بقيادة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان من ضمن السبايا أخت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة حذافة بنت الحارث اللي هي الشيماء. فخرج إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الجعرانة وفد بن هوازن دخلوا في الإسلام، وكان بينهم حليمة السعدية رضي الله عنها. فلما وصلوا للجعرانة وأول ما قابلت النبي عليه الصلاة والسلام قام وبسط لها رداءه عشان تجلس عليه، وقام خطيبهم زهير بن صرد اللي هو كان ضمن الأسرى وقال: يا رسول الله، إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك، ولو أنا ملحنا يعني رضعنا للحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر ثم نزل منا بمثل الذي نزلت به رجونا عطفه وعائدته علينا، وأنت خير المكفولين، يعني أنت أفضل من هذين كلهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم. في هذه اللحظة كانوا المهاجرين والأنصار يسمعوا كل الحوار اللي صاير، فبعد ما سمعوا كلامه عليه الصلاة والسلام اتبعوا كلامه بدون أي تردد، رغم أنهم كان لهم حرية الاختيار، فاختاروا موقف النبي عليه الصلاة والسلام وصرحوا كلهم المهاجرين والأنصار وقالوا: وما كان لنا فهو لرسول الله عليه الصلاة والسلام. وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله يقسم لحما بالجعرانة، فجاءته امرأة بدوية فبسط رداؤه لها، فقلت: من هذه؟ قالوا: هذه أمه التي كانت ترضعه. فهذا وصفه للقاء النبي عليه الصلاة والسلام بحليمة السعدية رضي الله عنها. روت حليمة السعدية رضي الله عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وروى عنها عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي السنة 8 أو 9 للهجرة توفيت حليمة السعدية رضي الله عنها بالمدينة المنورة ودفنت بالبقية، والله أعلم. ويلكم ألا تسرحون حيث يسرح راعي حليم، خصوصا أن هذه السنة كانت على